السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نرسلوه لهاد البلطاجيات دينيرو ديال امك، راه خلاتك امك ماشي بحال الرجاليه وجه القرد، وكان خلاتك امك وجه الناس، وكان ما تكونش هكا تشوف 36 مليون وتشكر لي الديمقراطيه عندنا والديمقراطيه حقوق الانسان، وكان تراجل يا دين امك يا دين امك يا دينيرو، والبلطاجيه الخانزين ديالك اللي في اليوتيوب والجعانين وبات ساردين اللي كيقولوا البوكاديو ولا، وكان انت راجل ما تبقاش في فرنسا الا شكرت ديالك البلاد، حنا نشكروها، ولكن بغينا تغيير وباش نمشيو باش نعيشو حتى حنايا في البلاد ملكيه جديده باش نبغيوها. انت وكان عارف يا دين امك، انت راه ما تسميش دينيرو دين امك، دين امك راه خلاتك دين امك، انت وجه القرد، وكان انت راجل ما تعيش في فرنسا، روح للمغرب الا تشكر باش يعطيك الطاكسي ولا قريمه باش تسوق تما في ديك لاخر في المغرب والزوبيه والمر والاخ. حنايا بغينا يا دين امك يا البلطاجيه، واحد كيقول لك راه الخبز كنعطيوهم مقر، لقيتو باش تاكل، شوف وجهك يا الجيعان، شوف وجهك ما لقيت حتى الخبز تقول له نعطيوه للبقر، صحاب لك يا جيو حتى للبقر في المغرب، قال لك راه بوكاديو غادي تاكل ثلاثه الدراهم، ايوا ثلاثه الدراهم باش تمشي تاكل السردين الخانز، ولا حنا ناكلوا السردين ديال المغرب خانز في الاخر. هذا ما يمكنش هذا الشيء. وكاين اخر واحد كيقول لك هادي وكيزبلوا في هذاك السيد اللي من امريكا محمد العنوني، هذاك اللي هضر معكم في الديمقراطيه يبغي المصالح ديال الشعب المغربي، نشكروه ونشكروا هذيك سهام ولا هو هذيك كيبغيو الشعب المغربي، كيبغيو بلادهم، كيدافعوا على بلادهم، حنا كندافعوا. حنايا غادي نرسلوا لامريكا اللي هي في المانيا بونديس امريكا، غادي نرسلوا لها باش نقولوا لها واش كيحدث في المغرب من قمع وتعذيبات المعتقلين السياسيين. غادي نرسلوا لها منا، غادي نمشيو حتى لبرلين، وغادي نرسلوا لها، غادي نمشيو عندها، غادي نشوفوا كي غادي نديروا معاها باش تلبي الطلبات ديال الشعب ديالنا. وهي الا قلنا لها شي كلام على هاد الديكتاتور واش كيدير الثروات والشعب المغربي مزق وكيتعذب والاخر، هي غادي تجي معانا ما غاديش تجي معانا، لحقاش ولادها. حنايا كنتسماو الجنسيه المغربيه والجنسيه الالمانيه، حنايا راه في النص في النص، كنا الجنسيه المغربيه الالمانيه تعاود جبنا الباسبور، ها هي في النص في النص غادي تلبي الطلبات ديالنا لحقاش ديالها، وما من حق حتى شي واحد باش يعاندنا. وحنايا أبغينا تغيير النظام المغربي، حنا عندنا كل شيء، بغينا نغيروا النظام. هذيك دير امك يا دير امك يا، وهذوك اللي كيوريو ديك الحسانه هذاك عنده كيوري كيقول الجيليت ولا ما نعرف كيوري شي الشابو الطربوش ولا هذاك عنده السنين دايرهم ديال الكلاب، هذاك كاع ماشي السنين ديالك وجيتي تهضر. إلا انت راجل رحت تعيش في المغرب، علاش كتعيش في اوروبا ولا هنايا في الدنمارك ولا حنا عارفين فين عايش، ولكن هاد الدينيرو ديال امك، الا انت راجل عطينا ادريسه ديالك وفين كتكون في تولوز، ونجيو عند دير امك حتى تما ونوريو لك الزبع فين يتنبع، يا الكلب للكلب الاخر يا اللي ما حشا كيكره كلشي الشعب المغربي. انت يا مشاذين، انت بحال القصر الكبير يا دين اماتكم، بغيتو الطاكسي باش تربحوا على 36 مليون من الشعب المغربي، ها حنايا تقولوا لنا بوليزاريو، ها هو يا الكلاب، ها هو البلطاجيه الخانزين، انتوما اللي بعتوا للمغرب، انتوما اللي خسرتوا لنا المغرب، انتوما يا الكلاب يا دين امك يا الدينيرو والاربين القصر اللي حضروا في ديك الوقت في القصر الكبير الشادي لعنه الله عليكم. احنا وصيناكم الفيديو الاخر غادي نزبلوا فيكم مزيان، لحقاش انتوما ماشي رجال بلطاجيه، بغيتوا طاكسي من عند هاد الديكتاتور اللوطي المنعول الله ينعلو كاع ونعلكم بجوج كاع وكلشي البلطاجيه ديالو الى الجحيم. الكلاب اللي ما يسواوش، انتوما ماشي رجال، وكان رجال وكان بقيتو في المغرب وكان بقيتو تدافعوا على هاد الديكتاتور وكان بقيتو في المغرب، وكان حنا عندنا ملكيه جديده وعندنا حكومه نمشيو للمغرب ونعيشو، لحقاش غادي تطلب بالطلبات ديالنا. انتوما كتدافعوا على اللوطي المنعول محمد السادس المعروف في انحاء العالم، وباش تعيش باش يعيط لك باش هادي طلعت منا، واحد كيقول لك جيعانين البلطاجيه كلشي جيعانين وجاهو كيشوع الله يستر كلشي مبهدل ما عندهم حتى ما ياكل، كيقول لك الخبز كنربيوه للبقر، وكيقول لك واحد كناكل 3 دراهم غادي تغدى، واش 3 دراهم تغدى في السردين؟ واش انا نتغدى في السردين؟ انا في المانيا راه ما عمرني سمعتها في الدنيا والحياه ديالي، اش كتقول يا الجيعانين الخانزين البلطاجيه؟ خرجوا معانا، اجيو معانا، راه هذه هي التاليه ديالكم، الا ما خرجتوش غادي يمشي حتى معاكم مع محمد السادس، غادي توقع لكم بحال
حسني مبارك والبلطجية ديالو، غادي يحكموا عليكم بالإعدام في التالي. آه أنا كنحذركم، آه دير أمك يا دير أمك يا الدنيا، وحسنها وجه القرب، راه عندك وجه القرب، خص هذاك والله إلا عندك وجه القرب ما علاش عطاك الله هذاك وجه القرب، هذا ما فهملكش الدينيرو. يا دين امك اش من دينيرو، دين امك عربين وبخاريا، احنا قلناها البلطجية ديالهم الله يعطيهم الصوناني الخرط الصوناني يعطيكم البلطجية. والسلام عليكم، احنا قلنا لكم نكستسمع الان مرة اخرى غادي نديروا شي حاجة اخرى، وعليكم السلام. اوكي.